المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في صفاقس، قواعد الحضور بكثافة اليوم من مقر إقليم الأمن الوطني في صفاقس، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني للمطالبة بتسوية جميع الملفات المهنية العالقة. والأكثر تفاصيل تنضم لنا عبر الهاتف زميلتنا زهور حبيبة. ما قبل ما ناخذوا زهور حبيبة هات نشوفوا ما بعضنا. دعت النقابة الجهوية لقوة الأمن الداخلي بصفاقس لتنظيم الوقفة الاحتجاجية اللي نظمناها اليوم في ظل تواصل سياسة الصمت واللامبالاة من قبل سلطة الأشراف في التعاطي مع عديد الملفات العالقة اللي هي من 2013 و2014 وإلى حد الآن ما زالت في الرفوف، بالإضافة عندنا قانون حماية الأمنيين أثناء مباشرة مهامهم وكذلك العائلات بتاعهم. ولاحظوا في الفترة الأخيرة تكاثر ووتيرة الاعتداءات على الأمنيين اللي تكاد تكون يومية، وصمت مقيت ورهيب من قبل الدولة بكامل أجهزتها. احنا اليوم كنقابة وطنية وقواعدها مناش راجعين على مطالبنا، ومناش معناها قاصين على الاحتجاجات الى حين تلبيتها من سلطة الاشراف والحكومة ومجلس النواب الشعب.